محمد جاسم محمد عبد المحسن الخرافي رئيس مجلس الأمة، وحديث مع ممثل حضرة صاحب السمو حفظه الله سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ نواف الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، أيضا الشيخ علي مصباح والشيخ أحمد الفهد وزير الطاقة. دخول الفريقين القدسية والكويت. القدسية يمثل في حراسة المرمى نواف الخالدي، وفي الدفاع مساعد ندى مشعل السعيد نهير الشميلي وعلى النمش. في خط الوسط يلعب نواف المطيري، محمد فهاد، عبد الرحمن الموسى، وسيدو تراوري. في الهجوم الثنائي أحمد البلوشي، بدر المطوع. يحكم هذه المباراة طاقم دولي. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، الحكم ناصر لعنزي حكم ملعب. بداية الشوط الأول أعزائي المشاهدين، وكرة منقولة لصالح نادي القدسية. اللقاء النهائي الذي يجمع القدسية والكويت في نهائي كأس سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه للموسم الحالي 2003-2004. وإلى نواف راح يشوت قوية لكن تطلع على يمين حارس مرمى الكويت. في فاول لصالح الكويت، عفاس مفرح حطى لكن يحصل الخالدي. هجمة القدسية توصل مرة ثانية أيضا، ما زالت فهد حطى. الله كانت خطرة فعلا، وتضيع فرصة للقدسية من محمد فهاد. إلى صدر الشوت وإلى خارج الملعب يبعدها يطلعها نواف الخالدي. يصفر حكم المباراة أعزائي المشاهدين. معلن انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين القدسية والكويت بدون أهداف في المباراة الختامية. بداية الشوط الثاني وكرة ملعوبة لصالح الكويت إلى دينيس، هجمة ودينيس وتسديدة قوية وحلوة من دينيس، أحلى من نواف الخالدي. تغيا وهجمة أيضا الكويت لساندرا وخارج المرمى الخالدي، وما زالت خطرة وينقذها في اللحظة الأخيرة مشعل يخلصها سعيد. دينيس 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 سدد والخالدي يبعده وتطلع إلى ركنية. اللي تأتي طبعا دائما عن طريق كراته في الكرات الثابتة مساعد شايت. الله وكاد مساعد أيضا يصيد خالد الفضلي. وأجرى القدسية أول تبديل، لعب صالح الشيخ بدل أحمد البلوشي وتراوري حط جول. ودفاع الكويت الفاضل متقدم حصل لتراوري لما تقدم في الهجوم إلى جانب المطوع وسجل في مرمى الفضلي هدف سريع بعد التغيير اللي أجراه مدرب القدسية. هدف سيدو تراوري هدف للقدسية. هذه عادة. شوف حولها نواف المطيري واليوحى رافع ايده والفضلي متقدم والدفاع ويسجل تراوري. هذا هدف القدسية. الكويت لا شيء، القدسية يتقدم في الدقيقة 24 بهدف سريع ومباغت فعلا. وفاول ومساعد شوت فوق الحربة بالشبك من الخلف. الترجيحية 3-2. كرة ملعوبة من المطوع لصالح الشيخ. صالح يلعب المطوع خطرة وترتا المرضانة وتراوري حصلها وأيضا خطرة وترتا المرضانة وثالثة وخور. والهدف الثاني عزز فيه أيضا تراوري الذي فعلا حقق طموح جماهير الأصفر في دقيقة 48. وتراوري اليوم فعلا شهيته مفتوحة وقدم أمام المرمى. وهذا فواز السمار نائب رئيس مجلس إدارة نادي القدسية. والهدف الثاني
ليه القدسية حدس ليه تراوري، وهذا مرزوق الغانم رئيس نادي الكويت، وخلاص آخر دقيقتين فاصلة، وهذه عادة مرة ثانية لهدف للقدسية الثاني عن طريق أيضا سيدي تراوري. هي 48 وصفر حكم المباراة، والكأس الأمين الأصفر يذهب للأصفر القدسية. مبروك مبروك للقدسية هذا الفوز، أيضا اللي ضيفه على فوز أيضا السابق بالكأس ولقب عامل اللقب حافظ على لقبه، وبهذا الفوز 2-0 لصالح القدسية مقابل ناشئ الكويت وممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد. وهذه فرحة ورقصة الفوز من سيدو تراوري صاحب الهدفين الغايين للقدسية. مبروك الحقيقة، مبروك للقدسية وجماهير القدسية هذا الفوز الذي أضافه والشيخ أحمد الفهد وزير الطاقة، ومبروك للقدسية وجماهير القدسية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القدسية. الفوز الغالي للقدسية في نهائي كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في هذه المباراة، فعلا اللي كانت شيقة في شوطها الثاني أكثر من الأول اللي جاء بتعادل الفريقين وخالي من الأهداف والأداء، وتمكن القدسية من الفوز في الشوط الثاني، وهذه رقصة أيضا الفوز للقدسية بفوزه بكأس أمير البلاد حفظ الله ورعاه، وأمنية كبيرة الحقيقة. وهذا الكأس الكأس الغالية علينا جميعا كرياضيين، واستطاع القدسية أن يحقق هذه الأمنية الغالية، وبالتالي التشرف وحمل أغلى الكؤوس في هذا اللقاء النهائي لسمو أمير البلاد، كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وممثل سموه يسلمه لكابتن نادي القدسية مشعل السعيد. ألف مبروك، ألف مبروك لنادي القدسية أغلى الكؤوس. الكأس الأصفر ذهب للأصفر، وألف مبروك الحقيقة لنادي القدسية لاعبين وجماهير ومجلس إدارة، ألف تهنئة وألف مبروك الحقيقة لهذا الفوز الغالي بالكأس الغالي لنادي القدسية. ولقطة تذكارية لعدد من لاعبي القدسية وممثل سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء وخالد دياب، وبادرة طيبة من لاعب القدسية خالد دياب الذي قلد ميداليته سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد. ولا شك طبعا تشرفت الأسرة الرياضية من خلال هذا اللقاء بممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد. وأعزائي المشاهدين أينما كنتم، وأيضا مشعل وبقية لاعبي فريق نادي القدسية يقلدون سمو رئيس مجلس الوزراء وممثل سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه الميداليات في ختام المباراة. بادرة طيبة الحقيقة أيضا تسجل للاعبي القدسية، أيضا هدية تذكارية يقدمها نائب رئيس مجلس إدارة نادي القدسية فواز السمار إلى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الوزراء.